شباب، فممكن تشرحوا لي شوي عن المشروع؟ مشروعنا عبارة عن نظام مراقبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مكون من كاميرا ويب ونظام. ينقسم النظام إلى تطبيق ديسكتوب، سطح مكتب وموقع ويب. يتم إرسال الصور من الكاميرا إلى النظام، يقوم النظام بتحليل الصور والتعرف على الأجسام. عند التعرف على جسم غريب يتم إرسال إشعار فوري إلى المستخدم النظام. يحتوي الإشعار على رابط يمكن للمستخدم أن يفتح النظام أونلاين بعيد عن المنطقة، يعني بحيث يفتحه. ويتضمن كمان فيديو مسجل بالحدث الذي. طيب هلا سؤال، هلا هو شو فئه هذا النظام؟ انت شو الغايه منه هذا النظام؟ لا، هذا النظام مخصص للاماكن العسكريه ومؤسسات الحكوميه ومؤسسات المغلقه بشكل عام، بحيث اي جسم اقترب من هذا النظام وغير مخول له بالدخول للمنطقه مباشره راح يبعث صوره للجسم ويخزن مقطع فيديو له ويبعث اشعار للمدير النظام ومستخدم النظام، بحيث المستخدم والمدير يفوت مباشره على النظام يطلع على الاحداث اللي عم تجري في المؤسسه او في المنطقة المحظورة. تمام. يعني هلا الفكرة من هذا الموضوع انه هو موضوع امني لضبط الامن. طيب ممكن تشرح لنا انت شو فكرتك من هذا؟ نحن فكرتنا الاساسية كانت انه نحطه بمجال عسكري، نحطه انه هنيك المناطق كلها محظور انه حدا يدخل عليها مباشرة، بس حدا دخل يلقط له الفيديو ويبعث له اشعار فورا للمدير. طيب هو يعني ممكن يكون هو تخفيف مثلا اذا كان في حالات امنيه حساسه، تخفيف من الخسائر البشريه، تخفيف من بصير الخسائر الماديه حتى، يعني هو بقلل الاخطاء البشريه، بزيد الحمايه والامان بكفاءه عاليه جدا. طيب هلا سؤال معلم، هلا انت شو تتوقع انه يكون نجاح هذا المشروع؟ يعني كيف تتوقع نجاحه؟ تمام. هلا نجاح المشروع هو قلنا نحن هو مخصص للساحات المغلقه مثل المراكز الامنيه العسكريه. هلا بما انه انا مثلا عندي خط جبهه، تمام، وعندي ساحه مغلقه قدامه، فبالتالي وقت راح يقترب كائن معين او سياره او اليه او عنصر راح يرسل اشعار، فبالتالي انا هون حافظت على الخسائر الماديه والارواح البشريه بنفس الوقت. يمكن انت حضرتك يعني تشرح لي شوي عن المشروع بعد اذنك. المشروع هو عباره عن سونار، يسموه سونار، يعني بيستخدم لاستشعار اجسام على بعد مسافي وتحديد جهتها. يعني المشروع قابل للتطوير، هو نموذج اولي حاليا عملنا قابل للتطوير، او فينك تعمله مثلا لسفينه يستكشف ايش في اجسام تحت الماء، كون هذا بيشتغل بالامواج فوق السطح. طيب معلم سؤال كثير، هلا نحن شفت انت عندنا بالمحرر في عم يصير حالات غرق، وفي حالات مثلا اطفال عم توقع بالبير، في اطفال كثير عم تعلق تحت الانقاض، تمام، سواء كان بالزلزال او لا سمح الله صار في ضربه عسكريه يعني. تمام. فشو ممكن نستفيد من هذا المشروع؟ هو يمكن تطبيق برمجي معين، بحيث انه انا اطوره واحط له مثلا دار الترنين. هو المشروع انعمل مشان هيك شغلات، اول شغله مشان الركام، شفت انت يوم الزلزال والاشخاص اللي تحت الزلزال، نحط له دار الترنين عباره عن ترسي الموجات كهرومغناطيسية وبترجع للحساس بيبين انه في حدا هون. يعني هي بتخفف كثير من عمل الدفاع المدني بعمليه البحث والانقاذ. انت وقت بترسل موجه كهرومغناطيسيه راح ترتد، مثلا وقت بتضرب بلحم وبترتد يعني بنسبه معينه، وقت بتضرب بحجر وبترتد بنسبه معينه. فنحن عن طريق مثلا البرمجي بنفلتر انه بدنا بس الاشاره اللي ارتدت عن طريق ملامسه الجسم، تمام، فبنعرف انه هون مثلا تحت الانقاض في جسم في كذا. تمام. بس يعني هذا مستوى عالي. يعني انت تتوقع ان شاء الله بينجح هذا المشروع؟ يعني والله في شاب عندنا سنه رابعه بس لسه ما جهز مع المشروع، بده يجهز ان شاء الله السنه الجاي، اشتغل عليه يعني ومبدئيا نجح، يعني بيستشعر مثلا اجسام تحت الركام كذا، اشتغل عليه ونجح ان شاء الله. بس ان شاء الله نشوف المشروع ان شاء الله ناجح. يعطيكم العافيه شباب. قمنا في جامعة الشام بتهيئة الجو لمعرض سميناه معرض جامعة الشام للإنتاج العلمي. طبعا المعرض يضم مشاريع من مختلف الاختصاصات، منها مشاريع هندسية كما ترونها ظاهرة، ومنها مشاريع تتعلق بكلية الإدارة والاقتصاد،
هي مشاريع عبارة عن تسويق وما إلى هنالك. نهدف من خلال المعرض إلى عرض إنتاج الجامعة العلمي للرأي العام، تعريف المجتمع بما لدينا بمهارات طلابنا بقدرات طلابنا، وإيصالهم مع الشركات. دعونا العديد من الفعاليات والشركات والمنظمات العاملة في مختلف المجالات، وكان الحضور لافتا جدا. أعجب المعظم بالمشاريع وكل حسب اختصاصه واهتمامه، وكانت هناك بعض الخيوط التي تم الربط بينها وبين الجامعة لتطوير بعض المشاريع في مجالات اهتمام هذه الشركات.